في الكليان ما الى عندنا الكليان من كازا تيجيو عندنا تتخدوا لاسي فاميليز دوغيز ويلكم تو انذر ابيزود في هنايا الاوكيب دل شكون طلعت مع السي جي بلي عسيلة شنو عطيني اليوم؟ نعم شنو راه عطيني اليوم؟ غادي نعطيك العسل ديال الدغموس والزعتر العسل ديال الدغموس والزعتر اي لصقني ما كان ستاسيوني لصقني قلنا سيدي قال لك رمضان والحساسية وهذه وغنشوفوا هذا العسل ديال الدغموس والزعتر كيفاش داير منين منطقة شنو سميتها بالضبط؟ منطقة أوكيم قول لهم تحية لاميف تحية لافامي لاميفا جيب لي العسل هو جيب لي العسل شنو انت ها واحد ستيلة تشدها كشدها ها هو عسل فاميليز او ماي جاد سيدة عسل حر زعما هذا باينة العسل الحر ديما حر عسل حر فوالا فاميليز قال لي غادي نجيب لكم هذا العسل الحر هذا بحال هكا ولكن شحال قال لي الكيلو بغيتيري فيا شحال قلتي لي في الاول؟ قلت لك هذي كان فيها 3000 ريال الكيلو 3000 ريال الكيلو جوج كيلو شبا لكم على ميفا سطايله فيها جوج كيلو 3000 ريال ولكن العسل الحر بالشهاده ديالو شتيه وصراحه بغيت ندي الحساسيه للعيبات لكن غندوق منه دابا ندوق هادشي هذا مرحبا ليت ستاي ذيس هاني بايب عطيني معايا الاخر وعلى فاميلي غادي ندوقوا دابا العسيله كيفاش دايره لا تنوريو معايا المعلقه بعدا هي الاولى ديال العسل ديال هادي معلقه ديال العسل علاش كنديروا الخشب في العسل انت الخشب راه مزيان الخشب ما تيخليش شي سميتو شي ما تيخليش شي تسمم في سميتو ماشي بحال العشق ديال ديما العسل كدير معلقه ديال الخشب ما كديرش معلقه ديال الالومنيوم ولا لينوكس باش كيخلي الفوائد العسل كاينه هذا الجديد بسم الله اوه الحياه اتس لايف جوين هير او ماي جاد ولكن شحال دا قبضت معايا رقم واحد راه حتى هاد المرة راه كون اصلا اي ما عندي القرعة ديال معايا الله يرضى اميفا ذيس از كريزي وهذا ديالك هذا ديال الدغموس عسل اخر ديال الدغموس فاميليز غنوريهم واه على بالنا في هادشي هذا عسل ديال الدغموس الدغموس هو اللي كيدار به الدواء الدغموس مزيان الحلاقة من الحساسية الحلاقة من الحساسية فوالا هذا هو اللي كنطلب عليه شوفوا الدغموس فاميليز لو كانت ديس هاني بايب ولكن غنقضي معاه بيكوز هي تشوز لا ميفا اختارني من دون يا على بالك لا ميفا شويه مسكاس وهادي قلتي البلوس البلوس عطينا ضوء لنا الدغموس هذا اوسم لو كانت ذا هاني هذا عسل ديال الدغموس كدار به حلاقم حساسية كيصوبوا به الدواء كتخلطوا مع الاعشاب باش تصوب الدواء بسم الله دابا انا غادي فور هايكن باغي نتسلق باغي نطلع لابعد منطقه لان ما لقيتش الثلج ابارامون دابا خصنا نجيو في شهر واحد شهر جوج غادي نحاول نشوف بحال قلتي غادي نختبر لوكور ديالي شحال غادي نقدر الماكسيموم نطلع عسل ديال الدغموس بنين بزاف وكي فيه كي حر شويه كل ساعات الله يرحمه هذا الحراره ديالو هكا الدغموس راه حار شنو هي هادي اجي انت جيت تبان في الكاميرا اما غنشرب من عندك ما والو زيد انت زيد اصاحبي جيت في الكاميرا زيد اصاحبي عندك انا شوف الكاميرا وقولوا تحيه لاميف تحيه لاميف يلا ضحكوا شي ضحكه بقى تشوفوا الضحك يلا قول تحيه تحيه لاميفا لاميفا شنو هي هادي قرقاع هادو الدراري قرقاع لاميفا ها القرقاع كيفاش كيكون كلكم عارفين ماشي شي حاجه جديده مي القرقاع ديال المنطقه اتس اورغانيك تيكون بيو غتهرسها غير هو فيه تمر انا غندور معاهم مي ما غنشريهاش من عندهم حيت فيه تمر التهرس كيخلي الزبل ياك ولا لا كنت جبتو للوالده ندمات قالت لي خصها دير العطار يقادو مي احسن لوز واحسن قرقاع كاين في المغرب كامل هو المناطق الجبليه ها دير هاد السيده ديال هاد السيد هذا شنو سميتك؟ عبد الناصر عبد الناصر وانت؟ عبد الله واخا تسناوني بقاو معايا دابا غاتسناني دقيقة اجي هنا فوالا فاميليز من بعد ما دقنا العسل صراحة ديال الدغموس جاني توب خيالي بيوتي فاين اير شوف البلاصة كيفاش دايرة والفاميليز كيتسناوني مي غنشوفو دابا شحال غيدير معانا ديال الثمن واش غيتيري فينا
وانا غادي يحسبها لينا في طريقه ياك ولا لا شحال دابا درتي معنا قلنا دابا قدام الكاميرا شحال شوف راه لاميفا هجوم جيش الله يحفظك اللي جا هنا يسول عليك شحال درتي معنا في الثامن هذيك السيره راه قلت لك كانت فيها جوج كيلو درت ليها 150 درهم الكيلو هذيك صراحه ما بغيتهاش اللي فيها الشهده هذيك ما بغيتهاش بغيت ديال الدغموس هذا الا كنتي الا كنتي تفاهم معنا فهادي ندي من عندك ها يا فاميلي ديال الدغموس غادي يفرق عليك 200 درهم ديال الدغموسه فاميلي قال لي 200 درهم شحال فيها فيها كيلو 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 فيها كومون دو سامثينغ امي فا خاصو يدو سامثينغ اصاحبي دير شي حاجه شوف شوف قول لهم دو سامثينغ دوم سامبي دو سامبي انا راه ما قاري والله ما قاري لا والله حتى شوف نعم عطيك 150 درهم لا غير زيدني شويه 3000 ريال علاش لان في كازا باش نقول لك في كازا راك عارف نواحي الحبوس ربع عمر كيبيعوا 120 130 عطاك 3000 ريال وانت عطاها للوالده نقول لها عطاها لك غنوريها الفيديو نقول لها عطاها لك وريها الفيديو طبيبه كتعرفوا التواب كتعرفوا التواب ديل صافي ديل خديتها زيدني 20 درهم صافي يا صاحبي خليني يا صاحبي خلينا دابا الجود فايبس وغادي نضرب معايا القهوه وغادي نطلع نهايكي نتسلق الجبال وغناخذ مقويات دو سامثينغ فاميلي صافي الدراري هيا ديل 150 درهم الله يربح هاك اخويا توداي از ماي بيرثداي وغنسيليبريتي البيرثداي من وسط جبال اطلس ماونتينز او كيمدن Today c'est mon anniversaire. Look at that families. Yes, baby. Do some families. It's my birthday. First time birthday from Okimden. Do some families. Look at that. This one finito. Hell yeah, families. Happy birthday to me. Let's go. شبالكم على ميفا نكمل. ما يخفت نكمل ونتوضر. غادي نبقى طالع وعاد شي ما كيتقاداش. وهنا الا تلفتي ما كاينش اللي غادي يجي جبدك ولا ولو ريسك اللي كاين هنايا كاينين حفاري شوف هذاك العفايد ديال شتي قداش كيكونوا كاينين حفاري غارقين هنا طيحتي وحل شي حفره طيحتي وحل شي حفره هنايا مشكل كاينش اللي غيعرفك وما كاينش اللي غيطلع لك and this is called Atlas Mountains انا كنبغي نمشي لابعد منطقه في الاطلس ماونتينز كنت باغي نديرها من شحال هذا مي شويه ريسكي ويلا مشات تظلم عليك الحال هنا ها شاهد والله فاميلي سباقت وكل بلايص ليه انا بغيت نمشي لهذاك الصفح راهو هذاك الصفح اللي كاين تم نمشي للبلايص اللي تماك مي صراحه ما لقيتش شي واحد معايا يزعمني خضرة في هاد المسافة كاملة الهايكينغ فاميليز كنحسب لي بومون ديالي تحلو والله إلا بحال لعبتو ماتش وعلى رجلي في خادي كنحس بيهم بومب حسيت بالبامب صراحة اللي قلنا شوف رجلي هنا فين دخلت شوف شوف رجلي فين تدخل شي بحال دابا هنا تكون شي حفرة عميقة مغطية تلج توحل شفتيها شوف أخرى هذا هو لو ريسك اللي كاين هنايا وانا ما عنديش الصباط ديال الثلج فاميليز طرامو صافي وصلت الله فا وعييت وتشم الشمس جهدات عليا حياة اش باغي نكمل مي معانا شي وز الدوار هنا يورينا الطريق يجيبنا حتى طلعوا عندنا الحال وتوضرنا يجيبنا هذه المنطقه ريسكي بزاف ونمشيو لاكتيفيتي واحده اخرى فاميليز بارامون غادي نمشيو نتغداو دابا فشي طاجين ديال المنطقه تيكون طيب على العود دو سام فاميليز فاميليز جينا لواحد البلاصه لوك ات ذات لوك كتطلع على المغرب كامل لوك 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 دو سام فاميليز
اطلس ماونتينز، هادو هما جبال الاطلس افاميلي، هادي اعلى منطقه تقدر، اعلى منطقه حاليا جيت لها في المغرب هي هادي. ما واخا ما مشيتش للشبقال، مي جبال الاطلس اللي جيت ليهم هنا او كيمدن، جيت من البلاصه اللي كنت كنوريكم ديال التزلج، مازال زيت طلعت لوك لوك بيوريفاين اير. تخيل معايا نيوفي تحلو، لي بومون ديالي كنحس بهم عمرو بالاكسجين سيده. البلاصه اللي وريتكم هي هذه توب، الليفل بدا كيجي بدا كيقتلني البرد، ما غنمشيش. شنو هو التشالنج ديال اليوم؟ هو غادي نشوفوا السانسيت. سولت وقالوا لي بان احسن سانسيت في مراكش كامله وفي من احسن السانسيت في المغرب هو هذه القمه ديال اوكيمدن، وتشوفها واخا ريسكي في الروتور لان غادي تظلم عليا الدنيا وما كايناش الاضاءه. انا غادي غير يهوز السانسيت غنرجع في حالي. هي اللي قلت لكم الخريطه، البلاصه اللي فيها الخريطه ديال القمه ديال اوكيمدن كامله. This is the one. Families, look at that. أما واحد جدرا اللي توما كيتسناو في السانسيت. هاهي القمات. Families. So, look at that. غنوريكم. سي 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 سي. Look at that. Families. جبل توبقال قمة شمال أفريقيا. جبل توبقال. توا دو لافريك دي نور. جبل توبقال روف اوف ذا نورث افريكا. الوغ هنا فاميليز كتبان لك القمه ديال الجبل ديال توبقال كامل، و تيقول لك بان احسن سانسيت تقدر تشدو من احسن السانسيت في المغرب. راهم الناس ديجا تماك. لوك ذات وليد وليد شينا ابارامون كتنزل لتحت. اوه هنا مراكش كامله كتشوف الجبال تبقى كاملين كيبانو هنا، وقليل فاميليز اللي كيجي هنايا. راه ماشي كلشي، ماشي كاع الناس اللي كتطلع لاوكيمدن كتجي باش تحضر للسانسيت هنايا، واحد الفئه قليله اللي كتجي هنايا. يقول واحد الناس المنطقه والناس اللي فريمون دي ريلي لاف ترافلينغ اللي كيبغيو السفر. فوالا اصلا ابناء المنطقه هنايا كيعز عليهم هاد الفايبس. مي انا بغيت نشوف السانسيت هنا كيفاش داير، الكوشي دو سولي خصني نشوفو هنا كيفاش داير.